دابا ولات اختي مع امي فين السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. حنا اليوم كنتواجدوا مع السيدة كلثوم اللي الزوج ديالها خدا لها وليدات ديالها ثلاثة وحارمها منهم مدة شهرين دابا، لكن قبل وقع لها قصة معاه. غنخلي كلثوم هي تعاود لكم شنو المشكل. السلام عليكم اختي كلثوم. وعليكم السلام. واخا عاودي لينا من الاول شنو المشكل اللي عندك مع الزوج ديالك؟ عندي اختي معاه مشاكل، كيضربني كيتكرفص عليا، دابا مدة عام هز حوايجو وخرج وخلاه، بقيت انا والدراري. فين خلاك؟ خلاني هنا في الدار. في الدار. الدار ديال من؟ ديالي، التصبيق ديالي ومحطوط فيه هو بحال ينصب عليا، درت فيه الثقة. التصبيق ديالك؟ ديالي. لا ولكن الدار سميتو. 11 مليون اختي اللي جات لي. 11 مليون اللي خدالك. 11 مليون، درت انا سكوينتي وداك الشيء، قلت انا الفلوس اللي كيدفعهم في الكري يدفعهم في الطريق. كنخطا من دارنا وكنجيب باغا وليداتي وباغا داري. دابا حرشوا باي هم. قلتي لي عام وهو متخلي لك. عام. ودابا امتى جات دالك ولادك؟ مدة شهرين، ما عيدوش معايا العيد الكبير، ما عيدوش معايا. علاش دالك ولادك؟ داهم مخطفهم ليا قدام، حولوا لي منتقال دابا هو وباه، وداك الشيء باه اللي محرش. قال عيد لي ولادي بثلاثة. واخا شنو السبب ديال هذا الشيء كامل؟ ديال هذا الشيء هو خرج وداك الشيء خلاني دابا ما عرفتش انا السبب علاش خطاف لي. ما حاولتيش تسولي تهضري معاه؟ ملي كنعيط لي كيقطع لي بلوكيني اختي، هما النوامر ديالي ضاربين بجوج. وليداتك شحال عندهم من عام؟ الكبير 11 عام، والبنيه اللي تابعه 6 سنين، والاخرى 8 سنين البنيه هي الصغيره. انت بغيتي ولادك؟ بغيت ولاد. واخا شنو بغيتي اليوم؟ شنو بغيتي توصلي؟ بغيت نوصل نعقب وليداتي، نخدم عليهم، ندير عليهم، نجمع وليداتي، نبرك مع وليداتي، ما سخيتش بوليداتي. بغيت ولادي اختي، بغيت ولادي. بغيتي يرجع لك ولادك؟ بغيت يرجع لي ولادي، بيا دابا نحول الانتقال هنايا في الكاس. بدل لهم المدرسة اللي كانت في دارك. المدرسة. واخا كيفاش دارت دالك ولادك؟ كانوا معاك في الدار، جا دخل كانوا معايا، هذا دائما كيدير باللي كنموت انا ويا بوجع هنا كلشي كاساق الاخبار، كنخرج نطلب. علاش كتقايمة تاكل؟ كنقلب ناكل راه الدار اختي، طلعت نوريك الثلاجة، نوريك حالتي كلها، ملاقي باش نعمر بوطه، ملاقي باش. خداماش ما خداماش. غير خويا كان هازني دابا عيب بالله يرحمه، امي تا هي زحافه، ما كاينش اختي لا حنين لا كريم. العار ديري فيا خير اختي، انا مزاوبه فيك، رجعوا لي ولادي بهي قاعد. واخا هاد الرساله وجهيها اختي للمسؤولين. اه وجهيها للمسؤولين، الناس اللي مسؤولين، وجهي لهم هاد الرساله باش يرجعوا لك وليداتك ان شاء الله. شكون اللي غيوجهها لي؟ انت هي وجهيها للمسؤولين. لا شكون المسؤولين؟ المسؤولين اللي هما رجال الشرطه والامن، باش هما يتدخلوا في الموضوع باش يكون داكشي قانوني. لان الوليدات في السن اللي خاصهم يكونوا مع الام ديالهم. كاين اختي هاد الخطيطه ديال الدراري، وكاين شي دم طلقك؟ لا باقي، الله رافع عليا الطلاق وما قالت شي واجه المحكمه، دابا داير محامي ولا ما عرفتش. مشينا كانت عندنا جلسه نهار الثلاث، ما جاش حضر، اجلوا لينا الجلسه نهار 20 في الشهر. ودابا جيت انا باركه دروك هنا يبغى يخرجني من دار باركه بالجوع وبالنوع، ما كناكل ما كنشرب. علاش ما لاقي ما تاكليش؟ واختي ومني غيجيوني خدامه ما والو، ما عنديش اللي صرف عليه، دابا مخليني مني الله. مشيتي درتي ديكلاراسيو انه دار درت ديكلاراسيو؟ ها هي شكايه درت. وريني الشكايه اللي درتي. هما وليداتي، ها هو العقد شويه صوره، طلع لي الكاغه تاع الزواج، قال لي الحل المدني هذا كنت مصوره. هذا عقد الزواج. واخا وريني الشكايه، عطيني الشكايه اللي درتي ان ولادك يرجعوا لك. امتى درتي هذه الشكايه؟ شي 3 ايام دابا عقبت اليوم عند الوكيل. وشنو قال لك؟ اعطاني برام سمراء عند الكاتب، طبطيتها للكوميساريه ديال الاناس، ودابا دايرين معايا مع ثلاثه رجعت. اذا كنتمنى من المسؤولين يتدخلوا في الموضوع. هاد الام بغات الوليدات ديالها يرجعوا ليها، الوليدات مازالين صغار حتى هما، ربما كيبكيو عليك باغيين يرجعوا ليك لانهم ملفينك. جا خدا ليها الوليدات، ما عرفناش شنو السبب، لكن الدار تاهي سميتو ما كيقولش لك خرجي من الدار. كيقول لي خرجي، بغى يخرجني من الدار. انا كنقول يعطيني الدراري، كنقول يعطيني رزق، عطيني رزقي بك غدا، كنقول لي عطيني رزقي ولي بغيتي اللي نصبتي عليا وديتي. كيقول لي بيني وبينك راه كيتسالي، وعاد القانون الله امك لا ديتي ريال.
هادشي اختي تعمد درت فيه الثقه وقلت راجلي وبات ولادي وداك الشيء عمني بعد تقتبي بعد هيبي وبعد بهيماتي غراتني امو وكلشي كتقول لي والله وحده الا دخلات لها والله وحده الا دار صافي اختي قلت انا راجلي وبات ولادي راه ما يمكنش غير تخلى عليا وعلى ولادي هادشي صافي قلت انا بحال بحالي تحط فيها ولا ودروك اختي تشوفي حالتي اللي مطريه لي شحال انت مزوجه بهاد السيد 12 عام 12 عام انت مزوجه بيه ودابا تخلى عليك وخدالك الدراري ادى ليا الدراري وهربان عليا ومخليني ما عرفتش شنو دايره ليه شنو هذا الشيء ضرك في خاطرك ضرني اختي في خاطري غادي نتصد ضرني في خاطر اختي قلبي بطلبي الى الله ما باغاش ترجعي لراجلك وتجمعي الشمال بغيت نرجع الى بغا يرجع ما باغيش هو يرجع هو اللي باغي يطلق ما هو اللي باغي يطلق هو اللي رافع عليا الطلاق انا ماشي ما مشيت عيت وما تحجب اللي كيضربني وكيجرحني مشيت عند البوليس ضربني وداك الشيء تكرفص عليا مشيت عند البوليس واخا شنو الطلب ديالك اليوم شنو بغيتي شنو بغيت بغيت اختي وليداتي وبغيت نبقى في داري وبغيت يصرف عليا بغيت انا مزاوقه فيكم اختي ما لاقي من ناكل من شرا ودي طلعي معايا للدار تشوفي يعني دابا المصروف ديالك ديال النهار ما عندكش والو واخا عطيني الرقم ديالك نحطو للناس باش اللي بغى يتعاون معاك يتصل بك ديال التليفون عطيني النمره ديال الهاتف هي اللي عندك ما حافظهاش اختي واخا عطيني تليفونك انا نجبدها إذن كيف ما شفتوا القصه ديال كلثوم 12 عام ديال الزواج لكن للاسف تخلى عليها وخدا ليها الوليدات ثلاثه ديال الوليدات اللي والده معاه خداهم ليها غادي نحاول نجبد الرقم ديال الهاتف ديال كلثوم ونخليه لكم في لي كومونتير باش اللي بغى يعاونها واللي بغى يتصل بها ما 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 كاينش الرقم اختي هكا مقيده في شي بلاصه عطيه ليا كنتي مقيده عطيه ليا من الاحسن حيت ما عندك جوج ديال الارقام كان غادي نحاول نكتب لكم الرقم 06 91 21 16 65 غادي نعاود الرقم لانه مخربق هنايا اختي كلثوم خاصك تردي البال للرقم ديال التليفون 91 21 واخا اختي كلثوم عاودي الطلب ديالك شنو تبغي تقولي للناس بغاو يعاونوا اللي بغا يتعاون معايا الله يجازيهم بخير ما عندي اختي ما ناكل ما نشرب ما خدامه ما والو ما لاقيش حتى ما ناكل وبغيت وليداتي اللي عاوني على وليداتي الله يحفظهم انا البارك يرجعوا لي غير وليداتي توحشتي ولادك توحشتهم مشيتي ما كتحاوليش تمشي تشوفيهم مشيتي يا مسعد المدرسه وقفت تما كانوا شقاري اه وجيت كتمشي لهم حدا المدرسه نطلع مشيت يا مس بغيت نطلع عندهم للدار خفت هما يتلاحوا فيا ولا يكون تما كنيتي تكرفس عليا ولا شي حاجه اذا الرقم ديال كلثوم هو 06 21 06 21 56 65 عطيني اختي الرقم عطيني الرقم عندك الرقم ناقص عطيني نتاكد تاكدي الله يحفظك دابا نكتبو كتبتي كتبي اختي باش الناس يتصلوا بك على الرقم الصحيح 91 انا غادي نعاود نصحح الرقم 91 21 16 65 إذا هذا هو الرقم ديال كلثوم 06 91 21 16 65 كنتمنى من الناس يتصلوا بك ويعاونوك وكنتمنى من المسؤولين يدخلوا باش يرجعوا لك الوليدات ديالك اللي انهم خصهم يكونوا عايشين معاك انت ام انت اللي عندك الحضانه يعني حتى لو بغيت يطلق فالحضانه كتبقى لك انت هي لانهم باقيين ماشي في السن القانوني باش يختاروا هما مع من يبقاو واخا اختي الزوج ديالك لكان غيشوفك في هذا الفيديو شنو تبغي تقولي لي
بحال زعما شنو رساله وجهي ليه رساله؟ رساله يرجع ليا وليداتي ويدير معايا حل هادشي اللي بغى يصرف عليه، بغى يرجع يجمع الشمال مرحبا، ما بغاش ما بغاش يعطيك وليداتك ويعطيك طلاقك. واخا انت دابا كي كديري في المصروف كي كديري في العيشه ديالك كنخرج هكا يتعاونوا معايا الناس كل اللي يدير لي 20 درهم في يدي 10 دراهم كيتعاونوا معاك الناس. اذا كنتمنى من المحسنين اللي شافوا كلشهم وبغاو يتعاونوا معاها، الرقم ديالها راني صححته 06 91 21 16 65. كنتمنى من المحسنين انهم يتصلوا بكلثوم ويعاونوها لانها راه ما عندهاش حتى المصروف اليومي ديالها، وكنتمنى من المسؤولين يتدخلوا في الموضوع باش يجيبوا لك وليداتك ان شاء الله يرجعوا لك، يرجعوا للحضن ديال الام ديالهم لانهم تما باقيين صغار باقيين محتاجين للام ديالهم. شي خطيطه ديال الدراري ولا داكشي توقع لهم شي حاجه كيمشيو للمدرسه بوحدهم ويجيو، يعني انت تا الدار دابا يمكن لي يخرجك منها ياك. تقدري تولي في الشارع. الشارع ما عندكش اختي فين نمشي لحنين لا كريم والو. واخا اختي شكرا ليك، كنتمنى يكون حل ان شاء الله، كنتمنى من الناس ومن اللي قادر يعاون كلثوم في الموضوع اللي عندها وفي المشكل ديالها يتصل بها في الرقم 06 91 21 16 65. كنشكركم على حسن المتابعه وكنودعكم في امان الله ولقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.